وأنا شو طالع بإيدي يا مو؟ والله لو ما كانت حماته حرمة لكن فرجيتها شيء ما شفته بكل حياته. والله الله يصطفل فيها. أنت لا تزعلي يا مو، بإذن الله هلأ بيكون طلع من الحبس. وين رايح يا مو؟ رايح لعنده أخذ له شوية أكل. ارجع طمني عليه الله يرضى عليه. أمرك يا مو أمرك. عقلي أبو جولات برا بده يشوفك. ايه خليه يفوت. مشي عقلي تفضل عقلي أبو جولات تفضل. يمونا من السيرة هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علينا أبو جولات. عقيد مرحبا عقيد. مرحبا عقيد. شي ليش ما عم يرد؟ ابصر شو في خاطرك عقيد. بليلة بلبلوكي وبالليل سلقوكي وبالنهار باعوكي وقبل المغرب لفاوكي. وبشو بدك تحقق؟ بالخناية اللي صارت وش الصباح. بعدين في واحد من حارة أبو النار جريح مقدم شكوى ضد حارتكم، بدي أعرف مين الفاعل. لا خناقة صارت ولا هم يحزنون، واللي عم تحكي عنه ما حدا ضربه، هو وقع لحاله. عصام ليش حاجزه عندك؟ أي قصة تانية غير القضية اللي أنا جاي مشانها. هديك انتهت بأرضها. هلأ قلي بدك تطالعه لعصام ولا لا؟ ما بقدر، في شكوى ضده. بس تتنازل حماته أنا جاهز طالعه دغري. إيه؟ شو عليه؟ بس يكون بمعلومك أبو جودة، إذا عصام اليوم ما طلع رح تاخد على خاطرك مني كتير وأنا رح أخد على خاطري منه. صدقني يا أبو شهاب أنا مطالع بإيدي شيء، القانون مع حماته يا أخي. أبو جودة، القانون تبعك أنا وإنت دافنينه سوا، وإش كان من شان حماته أنا هلأ بخليها تنزل لعندك وتتنازل. إيه هيك أنت عيني يا أبو شهاب. بعدين أنا بخلي مسؤوليتي. بكل الأحوال أنا هلأ رايح حقي وكمل التحية بحارة أبو النار. يلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو قاسم. مور أخي. بتروح هلأ لعند فريال وبتقلها خليها تتنازل. أمرك أخي. وانتو يعطيكم العافية يا رجال، أنا رح أفكر كيف رح أرجع السلاح. سلام عليكم. الله. سلام عليكم. خير أب بشير؟ في بيتمك حكي. خلصت بقى عصام، خلصت. شبنا؟ هي أول مرة لك معتز، أول مرة. وحياة غلاوتك عندي إنه ظلم، ظلم. بعرف انه ظلم، بس شلون اجى من قلبها تدعي عليك انك جاي تقتلها؟ شلون؟ انا قتلها؟ انا قتلها معتز؟ اعوذ بالله ما بصدق. بس خلص انت اخي لا تاكل هم، اليوم باذن الله رح تطلع. الله يسمع منك يا معتز. ولك علي اني ما ورجيها وشي لا هي ولا بنتها طول ما انا عايش. ومنين بده يجي على بالك تشوف واحدة دكتك بالحبس؟ مسيك اخي مسيك، قويلي حالك. استنى بدنا نفتش الأكل. هات أشوف. انتهت الزيارة، يلا. ما عاد بيجوز تم أخذ الموقف من أبو عصام يا عقيد. قلبي مليان منه يا أب بشير، مليان منه. من شان أختك أم عصام؟ إذا بقلك لا بكون عم كذب عليك يا أب بشير. إيه من شانه؟ من شانه أنا زعلان ومقهور. بس يا عقيد شي صار غصبا عنه وانت بتعرفه. أمي وأبي رحمة الله عليهم قالوا لي نحن راحلين عن هالدنيا وتاركين أختك أماني برقبتها. حاحيها وحرسها ودير بالك عليها. كان يحبوها كتير وهي كانت مرضية وبدك ياني سامحه. طيب ليش ما عم تقدر الظرف اللي كان فيه؟ أنو ظرف هاد يا أب بشير؟ أبو عصام بعمره ما طلع خلقه على أختي سعاد، وحتى لو طلع خلقه ما كان لازم ينطقها. بس أنا بعرف ليش عمل هيك. وليش؟ شاف حاله كبر بالحارة وكلمته صارت مسموعة بعد ما نحن عطيناه السمعة والصيت. لا يا عقيد، أبو عصام طول عمره كبير. لا سيدي،
هو كبر من وقت اللي صاهر. نسيت شو سوى كرمالك لما أخذك العصملي أسير؟ أنا هذا اللي ما عم بقدر أنساه، وهذا اللي مصبرني عليه. عقيد، أبو عصام بيحبك. كانت أيام حلوة يا أبا شي. أبو عصام أيامها كان صغير ومعدال، بس هلا وهلا شو صار؟ ندل؟ لا. خاين؟ لا. لكن شو؟ ماشي عقيد، رح اقول لك كلمة اللي اياها ابو عصام. البلد اغلى من ام عصام، البلد اغلى من ام عصام، البلد اغلى من ام عصام. خليكي انا مفتح الباب. مين؟ انا ابو جاسم اختي الكوفيه. شو بتريد؟ ابو شهاب وجاهة الحارة بيقولوا لك هلا هلا بتلبسي اواعيك وبتروحي على المخفر تتنازلي عن الشكوى لتصهرك عصام. ما عاد صهري ويحرم عليه يشوف وشي بعد اللي سواه معي، لأن اللي سواه عصام ابن سعاد لك لا بينزل لا بميزان ولا بأبان، بهدلني قدام كل أهل الحارة وأنا حرمة مقطوعة ما إلي حدا. هو كمان تبهدل بالحارة وصار مجرم بعيونهم وانغسل قدره، وحقيقة جيته لعندك أنت بتعرفيها منيحة. يعني أنت بتريدها يا أخي أبو قاسم؟ هلأ بتروحي ولا شو؟ وإذا قلت لك لا؟ إيه؟ أنت حرة، بس إذا دري أبو شهاب إنك ما رح تتنازلي رح يزعل منك كتير. ها شو؟ ما بدك تجاوبي؟ خاطرك أبو قاسم، أبو قاسم قولي على أنتي. لك شو هالورطة اللي وقعت حالي فيها أنا؟ أمي هذا الشي ما عاد ينطق، والله ما عاد ينطق. وليه لطفية؟ اللي عم بتقولي لي هالحكي وليه؟ والله والله لخلي لك يا محبوس، شو بده يساوي أبو الشعب يساوي؟ مو هام مني، خليه منوع بالحبس. ها؟ خلصنا بقى أبو جودان. بس هيك أنت عم تحرجني يا أبو شهاب، وخايف أتعاقب عليها لأنه في شكوى. هلا عصام قتل شي؟ لا. إيه خلصنا بقى لك، اقطعه بنت من عندها، حط بالضبط إنه هي زعلانة منه لأنه ما رجع بنتها لعصمته، عشان هيك قالت إنه جاي يقتلها قتل، أما هو كان جاي خانقها مخانها. بس يا أبو شهاب هذا الكلام بيضرب الست أم توفيق، لأنه يعتبر ادعاء كاذب وإزعاج للسلطان، وبهالحالة يمكن تنحبس وتتبهدل. ادبرها بمعرفتك أبو جودة، وبدون بهدلة كتير لأنها بتضل حريمي. أساساً أنا بدي إياها تبهدل. وأنا كمان حابب بهدلها، بس على طريقتي أنا مو على طريقتك أنت. أنت بتقبر عقيد. نوري طلوا علينا وجوه الخير، طلوا علينا. مبسوطة وليلة طفية؟ مبسوطة؟ ماشي. يعني لو سمعتي كلام أبو قاسم مو كان أحسن لك يا مو؟ عم تتمسخري علي وليه؟ لا يا مو، بس يعني أنت مالك قد أبو شهاب، وإخوان عصام ما بيتخلوا عنه حتى لو كان في مشاكل مع أبوه. بقى شو قلتي يا مو؟ خلينا نخلص بقى. أصلاً أنت هاد اللي بدك إياه، لكان أنا كل شي عم ساويه مشانك يا أبكالي نكرة، وأنت ما بدك إياه يرجع على الحبس، وروح يا عينك لرجعه على الحبس وبتشوفي. Thank you.
صدقيني ما قدرت ما قدرت. لك عم بس شاطر بالحكي ما؟ وانا اللي بدي يحوله على القلعه وبدي اخليه يركع قدامي ويبهدله بهدله ما تبهدله حدا لك وين؟ لا خلص طولي بالك لا تعلي صوتك شبكي. صدقيني كنت عم حاول لف انه تفهم حرزه حوله على القلعه بس دورت ما لقيت ما في شيء محرزه حبسه مشانه. بالله شو؟ ما لقيت له تهمة؟ لك وتهمت انه جاي يقتلني ما لا محرزة ابو جودة؟ يا ام توفيق قص ولا كلمة على نصتك ولك عرفتك على حقيقتك يا مصلحجي اكيد دفعوا لك اكثر لحتى طلعته من الحبس. يخرب بيتك من حالك خلص طيب حاميها حرميها بدي يربيه بدي يربيه. ابن ناقص يبعث لك حمش ومبوجة كل المشاكل من تحت راسك يا ابو شهاب. نوري! نعم سيدي. لك ايمتى رح تلاقي له تهمه لهذا ابو شهاب تريحني منه؟ سيدي عم بستنى لحتى تصير شي مظاهره كبيره ضد الحكومه وساعدها رح ريحك منه على طول. ايمتى رح تصير هاي المظاهره؟ ايمتى؟ السلام عليكم خالي. وعليكم السلام أهلين خالي. خالي أنا ما كان بدي فوت بس يا خالي لازم تعرف إنه اللي عملته غلط. مو بكل شغل الرجال بيحكم قلبه لازم يضل عقلك حاضر. إن شاء الله يكون اللي صار فيك ترباي مشان تاني مرة تسمع كلمة اللي أكبر منها. لما بدك شي من حماتها نبعت له حرمة تتفاهم معها. أمرك خالي أمرك. ومن اليوم ورايح إذا بدك شي من حماتها بعات أختها. خالي أنا ما عم بدي إياها تحرم. لا تحلف أصحك يا خال. سامحني خالي حماتي بهدلتني. لا حول ولا قوة إلا بالله. حلفت يمين بدي أخذ بتاري من هالواطي أبو الحكم بنص خالد أبو النار وبنص بيته. روح عبده هو هلا مو وقت. ليش موات عمي؟ هي شغلة بيني وبينه وما حدا دخلوا فيها. بعدين اسمع لقلك. لك يا أخي أنا مو قدران أتحمل حالي، مو قدران، لك بدي آخذ قطاري لو بدي أروح حي ما في كلام. وأنا ما رح خليك تفوت على حارة أبو النار إلا ورجلي على رجلها، اصبر لك شوي عبدو، اصبر لك شوي. لك أنت مو عرفان شو صاير جواتي، شو صاير فيي. العقيد أبو شهاب زعلان مني وأنا ما أروح على هالقصة خيرات الله. لك بدي بيض وشي معه شو أنا؟ وشك أبيض عبدو، وشك أبيض بإذن الله. بس ما بدنا يزعل منا خالي ابو شهاب. اذا زعل منا منكون بشي ومنصير بشي تاني. فهمت علي عبدو؟ عبدو معتز شافوا شباب. الله يسلم الديات يا مسلم. اهلين وسهلين الشباب. سلمون عم بنسلمون. ايه يا مو هلا اتركها شوي بس بتبعت لها مصاري كل جمعه شي يكفيها ويكفي وحامة وبكره بس تلاد قلنا حساب تاني يا مو. يلا جاي جاي. اهلين اهلين سهلين تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا ابني؟ اهلين خالتي اهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي. شلونك عصام؟ اهلين خالتي مزكي. بدك شي يا مو؟ انا رايح بخاطري. مع السلامه يا مو. تفضلوا تفضلوا يا ميت اهلين وسهلين. قفلي الباب وراك يا امزكي. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا. اهلين وسهلين تفضلوا 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 تفضلوا. شلونك ام عصام؟ يا ميت اهلا وسهلا بشهيره خانم. كيفك سعاد خانم؟ اهلين وسهلين ام خاطر. شلونك ام زكي؟ ايه بهالقامة وبهالعين تقبريني الحمد لله مبسوطه. بنت مين الأمورة؟ شو ما عرفتيها؟ هي بنتي هدى. ايه والله ما عرفتها. امتى كبرتي وصرتي عروس؟ هاتي بوسة تقبريني هاتي. بسم الله وما شاء الله. وانتي خيرية؟ لك شو عم تاكلوا حتى عم تحلوا هالحلا كله؟ عين الله عليكم يا ميت أهلين وسهلين. كيف اجينا على بالكم يا جماعة؟ هي اجينا سعاد خانو. والله نحن مقصرين بس اللي صار عم على قلبنا وقلل طلعاتنا وزياراتنا. شو بدنا نساوي؟ الله يسامحكم. إيه انتو مثل اخواتي. شلونك هدى؟ الحمد لله خالي. عين الله عليك. الله يهني صاحب النصيب.
صاحب النصيب عزابي سعاد. الله يسلمها، تقبريني شو حلياني، بعيد الشر عن قلبك. ايه سعاد احكي لنا، شو رح تعملوا بمرت عصام بعد هالفصل اللي عملته امها الله يصطفل فيها الهي؟ شو طلعت قلت بايقة؟ هلا وقت هالحكي مخاطر، لف فيها. يو ابنا نعرف شو بده يصير فيها. احكي لها سعاد خانم شو رح تساوي بفريال. بالوقت الحاضر ما رح نساوي معها شي، رح نتركها لأصلها، بس الايام اللي جاي رح تعلمها اللي ما تعلمته ببيت اهلها. ايه والله طلعت مالها مرباية، الله يصلحها ويهديها، وما رح تروح الا عليها. شلونك هدى؟ ما شاء الله ما شاء الله. كن يا جماعة لحظة. تفضلي. معك تفضلي. مزكي. نعم. شو قصد سعاد خانم لما قالت الرمان الحلو اللي عندكم خبوا لي اياها؟ ايه بليكي بحمة شو حوبة؟ شو ما فهمتي عليها شو بدها مني؟ لا والله ما فهمت. لأنك جدبة وما بتفهمي بالإشارات. طيب وشو بدها مزكي؟ فهمينا أنت. بدها هدى تجوزها لابنها. صحيح مزكي؟ صلاة محمد عم تحكي جد؟ إلا كان شو يا هبلة؟ لمين امزكي؟ اطمني، ما بدها يا هالابنة معتز، بدها تجوزها لابن عصام. والله فرحتيني. ايه فرحي تقبريني فرحي، إن شاء الله عبال خيرية على معتز. إن شاء الله يا رب. لا تزعل ولا على بالك، الولد ما رح يصير له شيء. طيب نين بدها تاكل يا امو؟ اذا ما حدا باع شيء الولد بيموت. بيكون عنده اكل من المونه. لك بعدين هاي الشغله مؤقته، يعني كلها كم يوم وبيسامحها خالها. وبقدر ما سامحها شو بيصير بحاله الولد؟ لك كل هالقد شايف خالك قلبه قاسي. شو بيعرفني؟ قليل شو ساوت فينا، قليل البهدله اللي بهدلتنا اياها. لك يا ابني طول بالك شوي، خليها تتعلم وتتربى كيف تعامل أولاد الأصل وتعمل لهم قدر وقيمة. يعني هيك قولتك يا مو؟ ايه ابني ايه. ولا بقى تروح لعندها، الولد أولتها وآخرتها لك. مو يحن قلبك وتروح تعمل لها زيارة، بتكون نزعت كل شي عمله خالك. ها أعوذ بالله، يحرم علي عتب هداك البيت. نروح لعندها قال. ايه ها هيك بدي اياك. بس يا مو الولد شو ذنبه؟ لسه بيقول لي الولد. خلص خلص خلص. لك ابني انت امتى رح تصير رجال؟ اه بعدين ابوك ما رح يتركها لفريال، بعرفه قلبه حنون. عقيد شو هيك؟ شو رأيك روح لبيت ابو النار بنص الليل ورجع لك البواريد من عنده؟ حنيت للسرقة ولا؟ لا, لا 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 والله مو هيك قصدي يا معلمي، مثل ما فهمتني مو قصدي. لكن شو؟ هن سرقونا ونحن لازم نرجع البواريد بأي طريقة يا معلمي. بس هذا مو شغل رجال بنوب يا فتحي. بس أنا بقدر أجيب لك ياهم. كلام شكلين ما بحكي. قلت لك لا يعني لا. بعدين هي السلحبة على بيوت الناس من البير بدك تبطل لي إياها، وإذا بسمعها مرة تانية على لسانك بدي قصه. أمرك عبيدي. فتحي مورا معلي. عجبتني بس هي الطريقة اللي عم تفكر فيها مو شغل قبضايات ابنه. في 100 طريقة للرجع فيها البواريد، يعني ما هي حلوة. أمرك عقيد. هدى؟ هدى بنت أبو بشير الفراغ؟ ايه هدى
شبه عين الله عليها، جمال وأدب وحشمة وست بيت، يعني مكملة من مجاميعه. بعدين لك ابني، لا امتى بدك تضل قاعد بلا مرة؟ بوها بالشتاء قربي. شو قلت يا مو؟ لطفية يا مو. شبه لطفية؟ هاي مرتي يا مو. كانت مرتك. طيب مو شان الولد؟ ابنك إلك، شو كنا عم نحكي؟ والله ملاقيها صعبة، ما بدي أظلمها. وفريال ما لقتها صعبة لما ظلمتك ودكتك بالحبس؟ بس لطفية ما دخلها يا مو. ما هي بنتك وفريال أمها، يا الله يصطفل فيها، نيامتك بالحبس ظلم وظلم. شو قلت عصام؟ قول إيه يا مو. لا يا مو، لا بدي فكر. فكر، وأحسن من هدى ما رح تلاقي. والله ما بعرف يا مو. انت قول ايه وشوف شو بده يصير فيها هي وبنتها. والله والله اذا دريوا انك خطبت هدى لينطوا ما يحطوا. شو قلت؟ بدي شاور ابي يا مو. شو يا ابي؟ والله لك ابي، يعني انعم واكرم. والله والله انعم واكرم من هيك عيلة. شلون ما جبنا نخطب لك يا بنت ولا بشي؟ يعني انت موافق يا ابي؟ أبي تكل على الله، أبي تكل على الله، أحسن من هيك قسم ما راح نلاقي. أبا شير رجال ابن أصول. والله تكلنا على الله. يا أبي شو قلها لأمي؟ اللي بدي أمك تسوي أبي، أنت بس روح إلا أبي ما عنده مانع، هو موافق وباصلك بالعشرة، واللي بتفصلي بنلبسه كلياتنا منيح هيك. خليها جوزك على كيفه مشان الله، بركي يخلص موجعة الرأس منك ومن لطفية. صحيح أبي، شو مشان لطفية؟ لك أبي الله يرضى عليك، انسألي لطفية هلا. خلينا باللي نحن فيه، روح لعند أمك وفهمها. إلا أبي موافق وعاصم العشرة، خلصني بقى. يعني أرجع البيت يا أبي؟ إيه روح بقى. وين راح عصام يا أبي؟ وصل مشوار أبي. لك تسلمني هالضحكة ما أحلاها. شايفتك مستعجل تقبرني. ليش لا يا مو؟ انتي وابي موافقين ولا لسه ما بدها وقفه؟ ايه لا لا تستعجل لا تستعجل. شو مفكر نروح على هنيك هيني؟ ليش شو بدها يا مو؟ انتي الك هيبه بين نسوان الحاره، بتروحي بتقلي لهم بدي بنتكم هدى لابننا عصام على سنه الله ورسوله وخلصنا. لك يا ابني ما بيصير روح لحالي، ليش ما عم تفهم علي انت؟ ليش يا مو؟ وقت خطبتي لي لطفيه ما اخذتي حدا معي. هديك إما فريال دحشتها بمناخيرنا دحش، وما كان في داعي أخذ حدا معي لأنها ما بتستاهل القدر وقيمة مثل شهيرة خانم. أيوة فلازم أخذ معي الداعي أم زكي وأخواتك والجيران. مثل ما بدك يا مو، مثل ما بدك. خبر أختك بوران تجي لعندي هي وأم زكي يوم الخميس الجاي بعد العصر. شو الخميس يا مو؟ كتير بقيان خمس أيام ليوم الخميس. كتير يا مو كتير. يا مو جعباني فركة بطاطا. ما عندنا غير النواشف يا مو. ايه نعمة كريم. وما عندنا كمان غير هالخبز اليابي. الهي اصطفل فيهن يا حق.